طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. اللهم اجعلها مباركة علينا وعلى الأمة الإسلامية. نحن هنا يعني بمختلف الأنشطة التي زرناها نقص الحناء لفائدة الأطفال، ونشكر مجموعة المديح والسماء على رأسها الأستاذ قاسمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الهيتوتي، رئيس جمعية طنجة المدينة للتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة. اليوم بهذه المناسبة الكريمة ليلة القدر ارتأينا كجمعية طنجة المدينة أن نقوم بمختلف الأنشطة، وذلك من أجل إحياء الموروث التاريخي، لأن هذه العادات كانوا يستعملونها أجدادنا سابقا. وكما يعلم الجميع أن جمعية طنجة المدينة جمعية مستقلة لا انتماء لها، لا تحظى بدعم من جهة ما سواء خصوصية أو عمومية. كل مكونات وأعضاء الجمعية هم الذين يسهرون على إنجاح هذه الجمعية وهذه النشاطات. وكما شاهدتم اليوم قمنا بنقش الحناء لفائدة أطفال المدينة، وكذلك استقطبنا فرقة من المديح والسماع خيرة أبناء المدينة العتيقة طبيعة الحال، وكذلك ومثال قمنا بتكريم فقهاء المساجد فقيه المسجد الأعظم وفقهاء مسجد للعبلة. وبهذه المناسبة أتقدم لكم كإعلاميين بالشكر الجزيل على هذه التغطية، شكرا لكم. كما أود أن أقول من هذا المنبر لكل الجمعيات أن تقوم بالأنشطة وأن ترتقي بالمدينة وتقوم بدعم المدينة ودعم الجمعيات التي هي نشيطة. شكرا. هذه مبادرة اللي دائمنا على القيام بها كل سنة، هي مبادرة من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي ديال مدينة طنجة، الموروث الثقافي ديال المدينة القديمة وتطويره والسير به نحو الأمام. مبادرة ديال جمعية طنجة المدينة هذه المرة لم تكن وليدة الأمس أو أول أمس، هي وليدة سنوات وسنوات، نعيدها كل سنة ونحاول الحفاظ عليها.